معنا للحديث أكثر الآن دكتور سالي فريد، أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. مساء النور، اهلا بحضرتك. لو اتكلمنا في البدايه عن اوجه التعاون الاقتصادي ما بين مصر والسودان خلال الفتره الاخيره، يعني بالارقام كده احنا وصلنا لغايه فين؟ يعني حجم التجاره ما بين مصر والسودان حوالي 670 مليون دولار، بزياده 10% عن العام السابق. الميزان التجاري ما بين مصر والسودان محقق فائض لصالح مصر بحوالي 260 مليون دولار. طبعا القيم دي اقل من الطموح اللي ممكن يتحقق او المحتمل للتجاره ما بين مصر وما بين السودان. يعني صادرات مصر للسودان بتمثل 1.5% من اجمالي صادرات مصر، واردات مصر من السودان بتمثل حوالي 5% من اجمالي واردات السودان. فالقيم يعني بالرغم من انها في حاله من التزايد، ولكن يعني اقل من الطموح او اقل من التجاره المحتمله اللي ممكن تتحقق ما بين مصر وما بين السودان، في ظل ما يمتلكه الطرفين من مقومات كثيره لاقامه علاقات تجاريه ناجحه واكثر يعني فعاليه من الوقت الحالي. ده صحيح، دايما بيعول ان السودان مليئه بالثروات الطبيعيه الجميله ومصر لديها الخبره، فمن الممكن ان يكون هناك تكامل ما بين الطرفين فين لتحقيق أوجه تعاون، من الممكن كمان أن تثمر عن علاقات أو تصدير للخارج. إلى أي مدى ممكن ده يتحقق في الفترة الحالية؟ فعلاً هو فعلا مقومات التكامل متاحه جدا ما بين الطرفين، ما بين ان مصر بتمتلك الخبرات وبتمتلك النماذج اللي ممكن تنقلها للسودان، منها مثلا الربط الكهربائي والمشروعات اللي التقرير بتاع حضراتكم تفضلتم وعرضتوه منذ قليل. المقومات متوفره، السودان بتمتلك خصوبه التربه، بتمتلك المياه، توفر المياه، مصر بتمتلك الايدي العامله المدربه، ففكره التكامل في مجالات كثيره متوفرة لأقصى درجة. يعني بيقال عن السودان إنها سلة غذاء الوطن العربي، وفي أحيان كثيرة سلة غذاء العالم. فمن أهم المشروعات اللي ممكن تقام ما بين مصر وما بين السودان المشروعات الزراعية مثلا. يعني هنبص نلاقي انه لو شفنا التجاره المحتمله ما بين الطرفين هنلاقي انه الاول بتتصدر صادرات مصر للسودان المنتجات البلاستيكيه، بتليها الحديد والفولاذ، ثم الاسمده. على العكس مصر بتستورد لحوم، بتستورد حيوانات حيه، بتستورد فواكه وبذور. ففكره اقامه استثمارات زراعيه في السودان مربح جدا للطرفين، عوائده هتكون مرتفعة، وفي الحالة دي المكسب هيكون ما بين لمصر وما بين لمصر وللسودان. وخصوصا ان معظم واردات مصر من السودان ما بين سلع زراعية وما بين ثروة حيوانية. طب هو ايه اللي فاضل عشان ده يتم؟ يعني هل عدم التسويق الصحيح للطرفين، يعني ايه اللي ممكن يتم في الفترة الحالية علشان او الفترة القادمة علشان يكون في اوجه تعاون مثمر اكثر مما ينبغي ان يكون؟ أنا بشوف إن الفترة الحالية يعني مثمرة جدا، لأنه العلاقات السياسية بقت في يعني أوج العلاقات السياسية الفعالة ما بين مصر وما بين السودان، وده ظاهر جدا من زيارات السيد الرئيس. فأعتقد إنه الاستثمارات هتزيد في الفترة المقبلة أكتر. إلى الآن حجم استثمارات مصر في السودان بيبلغ حوالي 10 مليار دولار في شكل حوالي 229 مشروع. استثمارات السودان في مصر حوالي 1.5 مليون دولار في شكل 315 مشروع. الفترة المقبلة أعتقد أن حجم الاستثمارات دي هيزيد، خصوصا الاستثمارات المصرية في السودان هتزيد بصورة كبيرة نظرا لمدى قوة العلاقات السياسية اللي وصلت لها، ومدى التعاون، مدى الاتفاق في العديد من القرارات السياسية. ده هينعكس بشكل كبير على مستوى الاستثمارات. طيب وخصوصا ما يتم القيام به في إطار الطرق. اتفضلي. تحديدا انا كنت عايزه اسال حضرتك في كده، ان في بعض المستثمرين المصريين فعلا لما راحوا الى السودان كان الشكوى الانتقال، يعني الانتقال ما بين مصر والسودان كان في صعوبه، انما في الفتره الحاليه في ربط وفي تطوير ما بين النقل البري والنقل والسكك الحديديه وغيرها، في اطار بقى التطوير اللي بيحصل ده، الى اي مدى من الممكن جذب استثمارات ما بين الطرفين، وخاصه ايضا الترويج لرجال الاعمال ان هم يكون عندهم بيئه ان هم يذهبوا الى السودان ويستثمروا هناك؟
هناك، وبالتالي يستفيد السودان ويبقى عنده تشغيل الايدي العامله السودانيه اللي عندهم طبعا طاقه كبيره موجوده داخل الشقيقه السودان. ما هو من المتوقع نتيجة إقامة هذه الطرق سواء من خلال السكك الحديدية والربط ما بين السكك الحديدية من خلال الطريق البري أو الطريق الساحلي، فوجود هذه الطرق بتمهد التجارة بشكل كبير وعوائدها بتكون مرتفعة لأنها بتسهل حرية نقل سواء العمال أو يعني الأيدي العاملة أو سواء رأس المال. فأظن إنه عوائد الطرق دي هيظهر بشكل كبير على مستوى الاستثمارات، لأنه فكرة عدم وجود طرق أو عدم توافر البنية التحتية لمصر دلوقتي بقت بتساهم بجزء كبير منها داخل السودان، كانت من أشد العوامل اللي بتؤدي أو بتصعب أو بتعوق التجارة ما بين الدولتين. أحد الأمور أيضا اللي كانت بتعوق التجارة وأظن إنها هتتغير في الفترة القادمة فكرة ارتفاع العوائد الرسوم الجمركية، لأن الرسوم الجمركية بتعتبر من أهم العوائد اللي السودان بتعتمد عليها. فمثلا لو قلنا أن 40% رسوم جمركية السودان خفضتها في المرحلة المقبلة ل 20% ده هيؤدي لزيادة التجارة بمعدلات كبيرة، وأيضا هيسهل عملية الاستثمار بصورة أكبر. لانه مصر والسودان ما بينهم عدد من الاتفاقيات منها القامسه مثلا. ولكن هناك حوالي 42 سلعه بتضعهم السودان على قائمه القوائم السلبيه. ففي حاله من ارتفاع التعريفات الجمركيه عليها. لكن اعتقد ان السودان هياخد قرارات تقلل التعريفات الجمركيه دي الفتره القادمه، وخصوصا في ظل مجلس الاعمال المصري السوداني ودوره في انه يساعد على رفع الـ يعني العوائق اللي بتعوق سواء التجاره او سواء الاستثمارات ما بين الطرفين. مين السبب في اعاقه هذه الحركه التجاريه؟ يعني زي ما حضرتك بتقولي ان في بعض السلع عليها جمارك عاليه في ظل وجود اتفاقيات موقعه ما بين الطرفين، يعني ليه بيبقى في عوائق؟ فكرة ان السودان وضعت يعني عدد من السلع زي ما قلت لحضرتك على القوائم السلبية بترتفع عليها الرسوم الجمركية. الرسوم الجمركية عائد كبير بالنسبة للسودان، فلو فكرنا بطريقة مختلفة انه مع انخفاض الرسوم الجمركية مثلا للنص وده ادى لزيادة ترتب على ده زيادة الكميات اللي بيتم تصديرها للسودان، ففي المقابل الكميات هتفضل زي ما هي او الرسوم او عائد الرسوم او حصيلة الرسوم الجمركية بالنسبة للسودان هتفضل زي ما هي ومش هتتأثر. لكن بالنسبة للطرفين يعني هيكسبوا من زيادة حركة التجارة، وانه كمية السلع التجارية هتؤدي الى زيادة الحصيلة في الاخر وليس قيمة الرسوم نفسها. يعني اتمنى ان السودان تفكر بالطريقة دي وانه بالفعل يتم تخفيض الرسوم الجمركية وازالة القوائم السلبية، واعتقد ان ده على قائمة اولويات مجلس الاعمال المصري السوداني. طيب احنا ليه شايفين ان في اتفاقيات كتيره جدا ما بين البلدين لكن الحقيقه مش مفعله كما ينبغي ان يكون؟ هي فكره اهم الاتفاقيات ما بينهم هي القامسه ومنطقه التجاره الحره العربيه. دول من اهم الاتفاقيات. فكره منطقه التجاره الحره القاريه يعني على مستوى افريقيا ككل اظن هيترتب عليها عدد من المكاسب اللي هتعود بالنفع على الطرفين. واعتقد ان مصر والسودان مش هتنتظر ده، يعني مش هتنتظر اقامه المنطقه لانه العلاقه قويه جدا ما بين الدولتين. واستثمار العلاقة وخصوصا التوأمة اللي ما بين الدولتين في إطار العلاقات السياسية استثمارها على مستوى المصالح الاقتصادية أعتقد أنه هو اقترب جدا. طيب وهينعكس ده في شكل معدلات تجارة أعلى حتى لو انخفضت المعدلات دي في 2020 نظرا للكورونا ومدى تأثيراتها على العالم كله. حجم الاستثمارات انخفضت في 2020 ده كان نتيجة أن الاستثمار الأجنبي المباشر عموما على مستوى أفريقيا ومنها مصر انخفض.